معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صديقي العزيز، أستاذنا الدكتور إبراهيم مدران رئيس المجمع العلمي المصري، أستاذ جيل بحاله، نقباء الأشراف والصوفية، نيافة الأنبا أرمية، العلماء الأجلاء والزملاء والأصدقاء، يعني تنعقد هذه الندوة في ظروف تبدو فيها أشد ما نكون حاجة إليها، وقد كنت قد أعددت ورقة لأتحدث بها في هذا الاجتماع، ولكن بمناقشة مع معالي وزير الأوقاف في التليفون الحقيقة أنا يعني راجعت بعض قناعاتي، لأنني شايف أنه ليست القضية هي قضية تجديد الخطاب الديني، هي قضية تجديد طرائق التفكير كلها، تجديد الفكر الإنساني العربي الإسلامي المسيحي كله. عقولنا محتاجة إلى عملية تنقية، ولا نتصور أبدا في ذهن البعض أن التجديد هي عملية هجوم على الثوابت، في ذهن البعض الآخر أن عملية التجديد هي إدانة دائمة للمؤسسات الدينية. ليس لا هذا ولا ذاك صحيحا. القضية باختصار أننا نملك في الإسلام شريعة ثرية للغاية يعترف بها الشرق والغرب على حد سواء. لعلكم تعلمون أن الشريعة الإسلامية تدرس في جامعة باريس، وأن الذي كان يدرسها حتى أستاذ مصري مسيحي شفيع شحاتة، فهي ملك للبشرية كلها. حتى أن أسقف كانتبري في بريطانيا منذ عامين قال علينا أن نسترشد بالشريعة الإسلامية في كثير من أمور حياتنا حتى في بلادنا. لهذا السبب يجب أن نفرق تفرقة واضحة بين الشريعة والفقه. الشريعة لا تمس، النصوص مقدسة، كتاب الله وسنة رسوله هي أمور لا جدال فيها، ولكن القرآن الكريم بين أيدينا كلنا بغير تحريف أو تغيير، ولكن وردت على الأحاديث النبوية أرقام كبيرة أشك في سلامة معظمها، وأحيلكم إلى القرن الثالث الهجري حيث ظهرت كثير من الاجتهادات الفقهية، وظهر فقهاء ربما لم يكن لديهم من سماحة الإسلام الأول وفهمه ما يجب أن يكون، وأصابتهم العصبية الوطنية والقبلية وذهبوا في ذلك مذهبا بعيدا، وهنا يجب التدخل. كما قال الدكتور عبد الحي عزب، هي ليست التجديد، هي التنقية، تنقية الإسلام الفقه الإسلامي مما شابه من أفكار دخيلة، من تحليلات غير واقعية، من محاولات للي الذراع وتصوير الإسلام على غير ما جاء به. إن الإسلام دين السماحة. عندما نترجم لبعض الأجانب أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت أمامه جنازة فانتفض واقفا فقال له أصحابه لما يا رسول الله إن الجنازة اليهودي، فقال أليست لنفس بشرية؟ ترجموا هذا، لماذا لا يقدم هذا على غيره؟ لماذا عملية الانتقاء؟ وهنا أسأل أخي وصديقي الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الذي يحب أحاديثه وشعره أيضا، عالم الحديث الكبير، لماذا عملية الانتقاء في حد ذاتها محتاجة إلى عملية تنقية؟ الأولوية في طرح الأحاديث، والإسلام يقول أنتم أعلم بدنياكم، والدنيا تتغير والعالم يتحول، وليس من المنطقي أو الطبيعي على الإطلاق أن نظل أسرى بعض الاجتهادات التي تحتاج إلى مناقشة. كل ما لم يرد به نص صحيح أو حديث مؤكد تجوز مناقشته والاختلاف معه، خصوصا وأن الإسلام فتح الأبواب
فتح باب الاجتهاد، وفتح باب القياس، وفتح باب الإجماع، وما تجمع عليه الأمة في مرحلة معينة فهو صواب، لأنه لن يخالف شرعا، لأن المنطق يمضي مع الاثنين معا. والإسلام كما يقول العقاد في كتابه الشهير جعل التفكير فريضة إسلامية. لهذا يجب ألا نضيع في الزحام، وأصبح الكل يردد عبارة تجديد الخطاب الديني، لا، هي تجديد الخطاب العقلي المعاصر. إذا نجحنا في هذا استقامت لنا أمور ديننا وأمور دنيانا. يعني هل يتصور عقلا أن يقول أحدنا الآن في 2015 أنه ليس عليك أن تهنئ المسيحي في عيده؟ لا المنطق الإسلامي يقبل هذا، ولا شرع الله يقول هذا، ولا سماحة الإسلام تسمح بهذا. فلقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع النصارى، وكلنا أبناء أهل الكتاب، وحتى اليهود الذي انتفض واقفا له هو الذي نزل فيه قول الله تعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فما بالكم بالشقيق المباشر المسيحي في البلاد. أنا أحيانا أشعر بخجل واضطراب في طريقة التفكير عندما أرى البعض يتحدث بهذه الطريقة. وأنا أقول لكم أن الضرورات أحيانا تسمح بمزيد من الاجتهاد. ألم يعطل حد السرقة في عام الرمادة؟ حدث هذا. إذن الإسلام غني وثري ومتسامح وواسع ورحب. لا أعرف لماذا نأخذه في حواري ضيقة ونحاول أن نضعه أمام حوائط صد. لماذا نختار بعض الحديث؟ يعني حديث إرضاع الكبير. أنا كنت في لندن من 3-4 سنين عندما ظهر هذا الحديث، وشفت التايمز عاملة نكتة لواحدة ست واقفة في أول الشغل بترد على الموظفين قبل ما يخشوا. يعني لماذا نقبل أن تصل الإهانة بنا والسخرية إلى هذا الحد؟ ولماذا هذا الانتقاء التحكمي؟ والله لو بحثنا عن من يعادي الإسلام لو نجد أفضل مما نفعل نحن لخدمته. إنني أريد أن أقول لكم بصوت هادئ إن الإسلام أرفع وأوسع وأرحب مما نظن، وعلينا أن نتمسك بالثوابت. النص مقدس، ولكن لا يجب أبداً أن نمضي في عملية التحريف والانتقاء التحكمي والاختيار العقلاني لبعض النصوص والأحاديث. وهنا يأتي دور علماء الإسلام، رجال الأزهر الشريف عليهم، والأزهر جامعة علمية تاريخية. أنا لما كنت في أكسفورد سمعت وأنا بدرس هناك الدكتوراه الأستاذ بيقول: ولقد أخذنا عن الأزهر في مصر فكرة الكليات من موضوع الرواق وشيخ العمود. الأزهر كان فيه رواق الشام والمغاربة، وكان فيه رواق الأقباط لمن لا يعلم. هذه الرحابة أين ضاعت وأين انتهت وأين اختفت؟ إننا نواجه فعلا عملية متعمدة لتحجيم الإسلام وقهره ووضعه في مصاف الأفكار الأخرى التي لا يراد بها أن تتمشى مع حياة العصر ولا روحه. ولذلك التفرقة بين الشريعة والفقه واضحة ومهمة جدا في هذا السياق. إنني لا أريد أن أطيل، ولكن أتمنى عليكم جميعا أن تدركوا أن تجديد الخطاب الديني الذي نتحدث عنه هو جزء لا يتجزأ من تنقية العقل وإقصاء الخرافة وإعمال العلم وتفضيل المقاصد الحقيقية للشريعة عما عداها. ولا يجب أبدا أن نأخذ الأمور بانتقاء أو خطف نص معين قد لا يكون صحيحا ولا دقيقا وله ظروفه المعينة في وقت معين، ونقيس عليه ونعممه، وتسمع الدنيا عنا ما لا يجب أن يسمع. يعني أنا أقول قولي هذا، وأنا مؤمن بأن التجديد في النهاية هو تجديد للعقول وتنقية للأفكار وليست فقط للنص الديني المجرد. وشكرا لكم.